رئيس المجموعة العربية في مجلس كركوك برهان العاصي أعرب عن أمله في أن يساهم النواب الجدد في استقرار المحافظة، فيما أشار إلى أن التنسيق مع المحافظ وكالة وعضو البرلمان راكان الجبوري سيبقى مستمرا من أجل خدمة كركوك. أتمنى على من يصل إلى قبة البرلمان العراقية أن يكون عامل مساعد في اطمئنان الأمن والاستقرار في المحافظة، لا يكون هو سبب في تشتت وخراب الوضع الأمني في المحافظة. الرجل نائب المحافظة السابق تدرج ضمن ما يقر له القانون بالصعود من نائب إلى محافظ كركوك، إدارة كركوك وكالة، والآن يعمل ونحن كلنا جادين بالعمل معه لخدمة هذه المدينة.